من زمان واحنا بنسمع على الاخطاء الطبيه اللي بعضها بيكون مش مقصود زي نسيان فوطه او مقص في بطن مريض، مرورا بالانتهاكات اللي بتحصل في حق المريض زي سرقه الاعضاء وغيرها حاجات كتير. ومع انتشار فيروس كورونا الموضوع كبر لدرجه ان بعض المستشفيات ما كانتش بتتعامل بسهوله مع المريض لحد ما يتاكدوا ان دي مش حاله كورونا، خصوصا في حالات الازمات الصدريه لمرضى الحساسيه. وده اللي خلى ناس كتير حالتهم تتدهور بسبب تاخر الاطباء عليهم، وفي حالات كتيره توفت، وفي حالات كتيره قوي اتبهدلت تحت مسمى الاشتباه في كورونا وخدت ادويه غلط ادت الى تقليل نسبة الأكسجين في جسمهم وأودت بحياتهم برضه. الموضوع كبير وليه فروع كتير، والضحية فيه هو المريض. طب الطبيب فين؟ هو مش ده الجيش الأبيض اللي كان بيضحي بنفسه وصحته وولاده عشان يعالج الناس اللي عندهم كورونا في العزل في وقت ما كانش فيه لا مصل ولا علاج؟ الأطباء بيقولوا احنا اتبهدلنا والعقد المادي ضعيف ومش مكفي، والحاجة الوحيدة اللي كانت بتفرحنا اننا ننقذ حياة بني آدم، انتوا دلوقتي مش حاسين بينا وبتحسسونا ان كل اللي بنعمله ملهوش اي لازمة، احنا من الافضل ان احنا نسيب البلد ونروح لدولة تحترمنا وتقدر تعبنا، او حتى نعمل زي الدكاترة الكبار اللي بيروحوا يمضوا وفي الاخر يروحوا لعياداتهم الخارجية، على الاقل هنلاقي اهل المرضى يحترمونا شوية وما تعصبوش علينا، ونلاقي عائد مادي كويس محترم يعيشنا في مستوى كويس. النهارده في حلقتنا هنشوف موقف الطبيب وموقف المريض وموقف القانون منهم، وهل الخطأ الطبي ده موجود في مصر بس ولا موجود في كل دول العالم، ونثبته في مصر اخبارها ايه. كل ده هنعرفه اكتر بعد ما نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه. يلا بينا. في دراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة سنة 2013 بتقول إن أكتر من 43 مليون شخص بيصابوا في جميع أنحاء العالم بسبب الرعاية الطبية الغير آمنة، وإن أكتر من تلتين الإصابات دي كان ممكن تلافيها بشيء بسيط من المعرفة والتدريب ووجود قوانين رادعة للفرق الطبية. منظمة الصحة العالمية في إحصاء رسمي ليها في نفس السنة أثبتت إن أعلى نسبة للأخطاء الطبية سجلت في فئة النساء في عمليات الولادة ووصلت ل 27%، بالرغم من إن ملايين من الستات بتولد في جميع أنحاء العالم بشكل يومي، إلا إن نسبة الخطأ الطبي في عمليات الولادة تعتبر أعلى نسبة في الأخطاء الطبية في العالم كله. ويجي بعدها في ترتيب نسبة الأخطاء الطبية هي الجراحات التقليدية الأولية وصلت نسبتها ل 24%، أما نسبة الخطأ الطبي في التشخيص فوصلت ل 19%، ودي نتج عنها عواقب وخيمة لأن تسببت في فقدان ممارسة الحياة الطبيعية وإن هم ما قدروش يرجعوا لوظائفهم ومهنتهم. أما عن من أعطوا دواء غلط أو جرعة زايدة فدول تسببوا في حالات وفاة وصلت 22%. وبعدها في الترتيب يجي نسيان بعض فوات العمليات داخل جسم المريض أو بعد العملية الجراحية نتيجة إنهم غلطوا في عد الفوات قبل وبعد العملية، ودي نسبتها وصلت ل 11%. وفي أمريكا في ديسمبر 1994 رفعت امرأة شكوى للبورد الأمريكي بتفيد ان طبيب المسالك البولية اللي بيعالج والدتها المسنة اخطأ في تشخيص حالة والدتها وقال ان الدم اللي نازل في البول ده جه نتيجة التهابات موجودة في المثانة، لكن في الحقيقة هي كانت مصابة بسرطان المثانة وفي حالة متقدمة وما ينفعش معاها علاج، وده اللي ادى لوفاتها. وقاموا بعدها بمراجعة الحالة الطبية وتاريخ الطبيب، لكن لامتياز تاريخ الطبيب طوال مرحلة عمله في الطب فشافوا ان الامر ما بيحتاجش ان هو يتعاقب، فاحيلت القضية لبرنامج التواصل والتفاوض الطبي، لكن المرأة لم تقبل اي تعويض مادي عن والدتها. وفي حادثه تانية في امريكا برضو امرت المحكمه العليا هناك شركه جونسون اند جونسون وشركه مكنه البي بي سي التابعه لها بتعويض فتاه عمرها 16 سنه ووالديها ب 109 مليون دولار بعد انتكاسه هددت حياتها بسبب تناولها دواء مسكن ادى لتلف في دماغها وعجز بنسبه 20% في رئتها واصيبت بالعمى وتبديل 90% من جلدها، وكان المبلغ ده بسبب عدم تحذير الشركه المذكوره المستهلكين من الاثار الجانبيه اللي ممكن يحدثها الدواء ده على حد قول والديها. وفرنسا المحكمه العليا في باريس دانت احد الجراحين وشركه تامين وخلتهم يدفعوا حوالي 37 الف يورو لمزارع اتهم الجراح بان هو وضع الفقره في مكان غلط اثناء عمله عمليه في اسفل الظهر. وفي 2002 حاول البرلمان الفرنسي ان هو يوفق ما بين اصحاب المهن الصحيه وما بين حقوق المرضى، فاقر قانون بينص على انشاء المكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبيه، وقسم مبلغ التعويض المالي عن الخطا الطبي بين شركه التامين وما بين المكتب ده. وفي عالمنا العربي في الامارات تحديدا الزمت احدى المحاكم شركه طبيه بدفع 2.5 مليون درهم كتعويض لمريض اصيب بالكسر في الرقبه وتمدد في النخاع الشوكي ادى لاصابته بعجز وصل لنسبه 80% من اطرافه العلويه والسفليه. وفي سنه 2008 اقرت الامارات قانون المسؤوليه الطبيه اللي بيتضمن احكاما خاصه بالاخطاء الطبيه. اما في المغرب ففي سنه 2013 تم تاسيس جمعيه تحمل اسم حق المريض اولا بسبب زياده الاخطاء الطبيه في سنه 2012، وطلبوا بضروره خلق اطار قانون جديد للدفاع عن حقوق المرضى. وقامت الجمعية دي بعمل وقفتين احتجاجيتين تطلب فيهم من الحكومة والبرلمان ان هما يعملوا قانون بينظم التدخل القضائي في حالة ارتكاب طبيب اخطاء
طبية تنتج عنها إعاقة لمريض أو تسبب له الوفاة، وغيرهم كتير في دول العالم. نيجي بقى لمصر اللي ظهرت فيها الأخطاء الطبية بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرهم الإعلام الراحل وائل الإبراشي اللي أثارت وفاته جدلا واسعا في الشارع المصري بعد ما أعلنت أرملته إن هو أصيب بكورونا خلال العام الماضي. وأثناء رحلة علاجه اللي استمرت مدة سنة تعرض لخطأ طبي على يد الطبيب المعالج اللي ما كانش متخصص في علاج الفيروس، وتسبب في إحداث تلف بالرئة جعلها تعمل بكفاءة حوالي 60% فقط، واعتمد على جهاز تنفس صناعي إلى أن توفى. كمان تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لغيبوبة تامة بعد إصابتها بثقب في القولون أدى لحدوث تلوث بكتيري خلال إجراء عملية جراحية لها، وكانت النتيجة إن هي عملت عدد من العمليات الجراحية علشان تصحح الخطأ الطبي الفادح ده. كمان الإعلامية إيمان الحصري اتعرضت لخطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية وتسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة اللي أسفرت عن تدهور شديد في حالتها الصحية. والفنان الراحل محمود عبد العزيز اللي كان داخل يصلح مشكلة في أسنانه فتصب فيروس أدى لانتشار الأورام في جسمه وتسببت في وفاته، وغيرهم كتير من المشاهير اللي شنوا حملة واسعة ضد مجموعة من الأطباء كانوا سبب في تدهور حالتهم أو حالات مقربين ليهم. لكن إيه هو بقى موقف القانون المصري من الأخطاء الطبية؟ اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة قال في الفترة ما بين 1937 ل 2021 مفيش لا تشريع ولا مسؤولية جنائية بيوضح الفرق ما بين الخطأ الطبي والإهمال، ومفيش في القانون الجنائي المصري أصلا حاجة اسمها خطأ طبي أو إهمال طبي، لكن الحاجة الوحيدة اللي موجودة في القانون هي المادة 244 عقوبات اللي بتنص على إن أي حد بيتسبب بشكل خاطئ في جرح إنسان أو إيذائه سواء كان ناشئ عن إهمال أو رعونة أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه. والمادة دي كده بتتكلم في العموم وبتخاطب عامة الناس، وأضاف إن الأطباء يعتبروا كادر خاص والمفروض يكون في قانون خاص بيهم، وفكرة إن عدم وجود قانون بيعاقب الجرائم دي والإهمال سواء اللي بتقع من الطبيب أو عليه يعتبر في حد ذاته قصور تشريعي، ولازم يكون في قانون بيحفظ حق الطبيب والمريض على حد سواء. وده الفرق ما بين مصر وباقي دول العالم، إنهم عندهم قانون للمسؤولية الطبية بيتعامل مع الأخطاء الطبية حسب القانون المدني وليس القانون الجنائي. يعني ما ينفعش أحبس دكتور، لكن بيتم عمل مجالس طبية متخصصة ومستقلة فيها خبراء بيقوموا بدراسة كل حالة وتحديد أسبابها والخطأ الطبي اللي موجود فيها، وهل الخطأ الطبي ده مقصود ولا لا، ومدى الضرر اللي واقع، وأحقية المريض أو أهل المتوفي في التعويض اللازم من غير أي تشهير أو اعتداء على الأطقم الطبية. طيب اللي بيشهر بالطبيب برا مصر بيحصل له ايه؟ بيعتبروه تعدي سافر ويستجوب العقاب والتعويض، يعني ابقى متضرر واتعاقب؟ ايوه، لان القانون هناك قانون متوازن بيجيب حق الطبيب وحق المريض على حد سواء، مش بيجي على فئه ضد التانيه. لان ببساطه لو تم التشهير بكل طبيب تحصل معاه حاله وفاه زي اللي بيحصل عندنا هنا، مش هتلاقي اطباء لعلاج المرض، وبالتحديد في تخصصات بعينها زي العنايه المركزه والحوادث والطوارئ وعلاج الاورام. وحسب احصائيات منظمه الصحه العالميه في 5 اشخاص بيموتوا في العالم كل دقيقه بسبب اخطاء الاطقم الطبيه، ولما بتحصل عندهم مشكلة بيجتمع الخبراء التابعين للمجالس العلمية المتخصصة زي المجلس الطبي العام، وبيتم تعويض أصحابها دون الإفصاح عن شخصية الطبيب أو الأطقم الطبية، ده في حالة إذا كان الضرر ممكن إصلاحه برعاية علاجية وتقديم أدوية. أما إذا كان الضرر متوقع وحدث نتيجة مضاعفات المرض أو التدخل الجراحي اللازم لعلاجه فما بيعتبرهوش خطأ طبي، لكن بيشوفوه مضاعفات المرض وهي اللي أدت للوفاة. يعني كل ده بنعمله للطبيب وهو كده مش غلطان؟ يعني المريض بقى مفتري؟ المريض مش مفتري، المريض للأسف بيواجه مشاكل كتير من أول ما بيدخل المستشفى بيلاقي حاجات غريبة قوي، أهمها غياب الأطباء الكبار اللي بعد الساعة 10 صباحا بيمضوا ويختفوا تماما، واللي شايل الليلة خلال 24 ساعة هم دكاترة الامتياز والدكاترة الصغيرين والممرضين، وده طبعا لأن الدكاترة الكبار بيروحوا عيادتهم الخاصة أو المستشفيات الخاصة اللي شغالين فيها. وفي طبعا طبيب المقاولات اللي أول ما بيشوف المريض متضايق من التعامل والإهمال اللي موجود بيقوله لا هنا مش هتلاقي العلاج الكويس اللي يناسبك، تعالى في العيادة الخاصة الفلانية أو المستشفى الخاص العلانية، وممكن تبقى العملية بسيطة ويكبروا الموضوع عشان ياخدوا أتعاب أكبر، وتحولت مهنة الطب على أيديهم من ملائكة الرحمة لتجارة غير إنسانية. ده غير طبعا الدكاترة اللي بيبقوا لسه ما عندهمش خبرة فبيهروا المريض تحاليل وأشعة، وطبعا الناس تقول ده شاطر ده ما بيجربش فيهم، ده بيتكلم من خلال التشخيص الصح، وتلاقي دبك كورس العلاج وتلاقي في الاخر الاعراض بتاعتك زادت، خصوصا في فتره كورونا كل دكتور والتاني يديك كورس علاج الكورونا تحت مسمى اشتباه، وانت يا غلبان تاخد الكورس من هنا وما تعرفش تاخد نفسك من هنا وتتعرض لاكتئاب. في مشكله تانية بقى بتواجه المريض وهي طقم التمريض، لان بعض الممرضات وبقول بعض مش كله علشان ما بقاش ظلمت حد، الغير مدربين وما عندهمش خبره كافيه بيفضلوا يحكوا مع بعض بالساعات وبيسيبوا المريض من غير رعايه ويأخروا معاد العلاج بتاعه لدرجة ان المريض هو اللي بيدي العلاج لنفسه، ولما يزعق المريض من الألم يقولوا له حاضر هنشوف لك الدكتور وفي الآخر يطنشوه. والمفروض اصلا طقم التمريض ده يكون مدرب
مش طبيا بس، لا كمان ياخد كورس تأهيل نفسي، لان المريض لما بيدخل المستشفى بيبقى حاسس انه خلاص هيموت ومحتاج حد يرفع من معنوياته مش يضايقه. الدكتورة سمية عزت بالمعهد القومي للاورام قالت ان اسباب الاهمال في المستشفيات بيرجع لنقص الاجهزة الطبية والادوات الجراحية والادوية، بالاضافة لنقص التمريض والخدمات المعاونة، بالاضافة لقلة الكفاءة، ده غير طبعا ضعف الصيانة الدورية للاجهزة الطبية والمباني، بالاضافة لسوء توزيع الخدمات الطبية وتمركزها في المدن الكبيرة بس. اما الاقاليم فما فيهاش غير المراكز الطبية الصغيرة والفقيرة، واطباء جدد تدريبهم قليل وخبرتهم قليلة، ده غير عدم تطوير وتحديث الدراسة في كليات الطب ومعاهد التمريض والفنيين. واكدت على ان الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الاهمال الطبي اعلنت في احدى تقرير لها حصر حوالي 2100 مصري ضحية الاهمال الطبي سنويا، وان حوالي 900 قضية اهمال ضد الاطباء امام النيابة العامة سنويا بمعدل 3 قضايا يوميا. وقالت ان اعلان وزارة الصحة عن غلق مستشفيات وعيادات بسبب الاهمال الطبي وغير مطابقتها للمواصفات ده مش حل، وان الحل الوحيد هو اعادة النظر في جميع اطراف المنظومة. الخطأ الطبي اللي بدون قصد وارد جدا، سواء كان في عملية بسيطة بتحصل كل يوم او في عملية كبيرة، وده مش معناه اننا نسيب الدكتور يأثر ويقول ما هو وارد. المفروض ان احنا نواكب التطور، والمستشفيات تلزم الدكاترة الكبار بالتواجد في المستشفيات في مواعيد العمل الرسمية زيهم زي اي موظف، وتخليهم يدربوا الدكاترة الصغيرين بشكل كافي. المنظومة الطبية لازم كلها يحصل فيها تغيير من اول صيانة الاجهزة، مرورا بتوفر كافة الاحتياجات الطبية اللي المفروض تكون متوفرة. يعني ما ينفعش مثلا يكون جاي لمريض بينزف في حادثة اقول له روح اعمل الاشعه في المكان الفلاني، ولا هات للعلاج من المكان العلاني. كمان ضروره اصدار بعض التشريعات والقوانين اللي تكفل حق المريض في حاله اي خطا طبي، زي ما بتكفل دلوقتي حق الطبيب في حاله التعدي عليه او الانتقاص منه. كمان احنا محتاجين ان يكون في جنب تدريب الطبي تدريب نفسي وتاهيلي، بحيث ان المستشفيات الحكوميه يكون فيها تمريض ياخد بايد المريض لحد ما يخرج، لان الحاله النفسيه بتساعد الجهاز المناعي. وبكده تكون خلصت حلقتنا، اتمنى تكون عجبتكم، ومستنياكم في حلقه جديده في نفس الميعاد بموضوع جديد. سلام.